في هذه الخليات تتخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي تضمن سلامة المسافر من الإصابة بفيروس كورونا أثناء تنقلهم عبر خطوط النقل بالسكك الحديد. إجراءات وقائية أهمها تعقيم جميع القطارات التي تعمل على الخطوط الداخلية وبين الولايات. شرعت الشركة في قيام بعملية تعقيم وتطهير شامل للعربات والقطار عند وصولها الى المحطة النهائية وقبل قيامها لرحلة جديدة مرة أخرى. كما قامت أيضا بالإضافة قمنا بتعقيم وتطهير كل المحطات وخاصة المحطة المعروفة باكتظاظ للمسافرين. تتراوح مدة تعقيم القطار من نصف ساعة إلى ساعة باستخدام مواد غير ضارة بصحة المسافر، إلا أنه ورغم هذا فإن هذا الإجراء لا يكفي للقضاء على انتشار الفيروس داخل المركبات. Alors le but de cette désinfection qui se passe au niveau des trains et qui se fait par le produit qui est contre le coronavirus. Donc c'est un moyen de prévenir la transmission de ce virus, tant au niveau de notre personnel ou alors et aussi bien sûr les passagers. Anna, je pense que le citoyen nous aiderait énormément parce qu'il va de la vie de nos employés et des Algériens et des passagers bien sûr. بعض المسافرين لا يظهرون الوعي اللازم من خلال اتخاذهم الإجراءات الوقائية كلبس الكمامات والقفازات أو حتى احترام مسافة الأمان، خاصة أن مؤسسة النقل بسكك الحديد لا تملك الكاميرا الحرارية التي من خلالها تستطيع رصد المسافرين الحاملين للفيروس. واش خصنا في الماتيريال؟ خصنا لا ديتيكسيون تاع الناس المرضى باش نعرفوا الا عنده الحمى ولا ما عندوش الحمى، الا سيسبي اسكو لي بورتور دو فيروس ولا. هذا الماتيريال ما عندناش، مي درك نشوفوا مع السيرفيس ميديكال نتاعنا اسكو نقدروا نشروا هذا الماتيريال باش نستعملوه في المحطات. رغم جميع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، يبقى التقليل من التحرك والسفر عبر القطار أو غيره من وسائل النقل العمومي أحسن وسيلة لتفادي العدوى والحفاظ على سلامة الأرواح.